تتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث أقيمت 3 حفلات متتالية مساء اليوم على مسرح المحكة والمسرح الخارجي وسط إقبال كبير من الجمهور. للمزيد حول فعاليات المهرجان معنا مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك أحمد. حالة موسيقية غنائية ثقافية بالتأكيد في مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي، ما تفاصيلها اليوم وحجم الإقبال عليها؟ تفضل. بالفعل بالفعل أنه هي أكثر من رائعة، إذا دخلت عنها هي حالة موسيقية كلاسيكية. هذه الحفلات الثلاث، يعني إذا تحدثنا عن الفرقة الأولى وهي فرقة هارموني، وهي فرقة تعزف مجموعة من موسيقى تشيلو، تعزف مجموعة من الموسيقى العربية والغربية وتمزج ما بين الموسيقى الشرقية والغربية، وقد تفاعل الموسيقى الشرقية والغربية وقد تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهذا بالإضافة إلى أن تحدث من جمهور القلعة الذي تعرف عن سعادته الكثيرة بالتنظيم الرائع من القائمين على فعاليات هذه الدورة 31، بداية منذ وصولهم إلى بوابات قلعة صلاح الدين التاريخية، بالإضافة إلى انبهارهم بهذه الأجواء التاريخية. سحر المكان يتحدث عن نفسه بالإضافة إلى الموسيقى الغربية الحقيقية، بالإضافة إلى الحفلة الثانية لاسم محبوبة أيضا تقدم مجموعة من الموسيقى والأغاني التي تمزج فيها وتلعب فيها ما بين الموسيقى الشرقية والغربية، والحفلة الثالثة أيضا للفنانة السورية لينا، وهي أيضا تقدم مجموعة من الأغاني الطربية الكلاسيكية الجميلة. وبالتالي نتحدث في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي من الموسيقى والغناء، نحن نتحدث الليلة عن الليلة 13 وهي الليلة قبل الأخيرة. من المقرر أن تنقضي فعالية هذه الدورة 31 غدا بإذن الله بعد 14 ليلة تواصلت فيها بناء ما بين الغناء الشرقي والعربي والطربي وايضا الموسيقى للانشاد الديني. كان هناك تفاعل كبير جدا للجمهور على مدار هذه الايام منذ بدايته، بالاضافه الى ان القائمين على المهرجان ودار المنذره قدمت ايضا فرصه ممتازه للفرق الموسيقيه الواعده، حيث كانت تقدم موسيقاها على مسرح خارجي بالاضافه الى مسرح المحكة القلعة الذي يبدو في الصورة. صحيح أحمد، كما ذكرت سحر المكان مع سحر الموسيقى في قلعة صلاح الدين الأيوبي. شكرا جزيلا لك أحمد الحسيني على التفاصيل.